ثاني يغفر الله لك. صلى على محمد. هدية لمولانا صاحب الزمان الثالث، بارك الله فيكم. اللهم صل على لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك المعصومين المظلومين. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة وسراج الظلمة وأبا الأئمة غريب يا مظلوم كربلاء. وعلى العيس من بنات علي نوح كل لفظها تعديد سلبتها أيدي الجفاة حلاها فخلا معصم وعطيل جيد وعليها السياط لما تلوت ويلي يا ويلي أخلفتها أساور وعقود وعليها كم غرد الركب حدوى للثرى فوك أيها تجد السرى وهن نساء يعني ما معتادات على ركوب الهزيلة ليس يدرين ما السرى ما البيد لما الحادي بودايع الهادي ون ويا زينب على ظهر الناقة لن زينب تنادي قولوا لحادين مروا على الجاسم هولي فوق الثرى ناي ونادوا بني هاشم يلا يلا خلهم يزفوا
كبارها علي فوق الثرى معف نادوا بني جعفر خلهم يحملوا بعد عندك واحد يا زينب على المشرع لا تنسين الكفيل كفيل ما يستاهل وجهت وجه ناحية المشرع نادت مروا على العبا شوفوا فضيخ الراس جميع الناس خلهم يشايعوا من هو باقي من هو باقي قالت باقي واحد وسط المعركة لكن جثة بلا راس وضعت زينب يدها على فؤادها وجهت وجهها ناحية المعركة نادت مروا على ابن أمي يا ويلي فوق الثرى مرمي ونادوا بني خلهم يدفنون مروا أبا شوفا يرضى إلى الكوفة بحبال الله عليك يا بنت السلاطين انتي سحبون ايش بحبال على ناقة مهزولة بحبال ما اجتوفا خدري يدوسو نايادت خويا لا تقول ما عندك مروايا ولا تقول ضيعت الاخوة ترى مأخوذة يا حسين قوى شوف الشمر بيش سوى ترى ساط علمتوني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم. واحدة مسائل جدلية الفكرية التي صارت محطا لتراشق السهام ومنزلق الأقدام بين أبناء أمة الإسلام هي علاقة الإنسان مع أخيه الإنسان بعد الموت. هناك فئة شرذمة قليلة يصح أن نعبر عنهم حثالة أجل الله السامعين من أبناء هذه الأمة قطعوا الصلة وفصلوا العلقة بين الإنسان وأخيه الإنسان بمجرد حلول الموت. قال لك يمكن أخدمك تخدمني أشيلك تشيلني ما دمنا على قيد الحياة، أما وقد فرق الموت بيننا فقد انقضى كل شيء خلاص. هذا مات شالوه أنزلوه في باطن الأرض وأهالوا عليه التراب وتفرقوا عنه انتهى أمره. فماذا تنتفع أنت أيها الحي من قصدك وتعاهدك لقبر الإنسان بعد موته؟
كائن من كان هذا الشخص المزار. أحين بعد لا تقولي نبي ولا حسين ولا معصوم ولا حجة، عسى لو سيد الكائنات أشرف الموجودات. ومما يحز في النفس أن ترجم بعض الأشقياء هذا الضلال في الفكر والمعتقد حين دخل مسجد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وفعل فعلته البشعة النكراء لما أن قصد القبر الشريف الطاهر وركله برجله قائلا يا محمد إن عصاي هذه خير منك فإنها تضر وتنفع، أما أنت فقد أصبحت رمة بالية لا تضر. عن عقيدة يتكلم، لذلك يوقف ويستند على الضريح ويرفع رجله على النبي، ولا هم إذا ما احترموا في حياته تطلب منهم أن يحترموه بعدما مات. زين ليش هالجفاء هذا كله؟ وش هالعداوة؟ وش هالقساوة اللي عندكم؟ هذا ديني نبيي معتقدي، يقول لك ماكو عندك شيء روح منك تجي إلى القبلة، أما هذا التراب قبر شباك وضريح لا ينفع لا يضر. من أين بلغ المسلمون إلى هذا التسافل والانحطاط في الفكر والمعتقد؟ ولا زالت تعاليم السماء تصك أسماعهم، ولا زال القرآن بين ظهرانيهم. أفاد أساتذة الحوزة بإسهامات واسعة جدا في الإجابة عن شبهة كهذه، وأشبعوها بالبحث والتحقيق. نحن أيها الأحبة نحاول في هذه العجالة أن نطل عليها بإطلالة جديدة مبتكرة نوعا ما لنناقشها بمناقشات ثلاث: علمية، فقهية، تاريخية، نستدل عليها بفعل الصحابة. صحابة وإيش بعد؟ تقدر تتكلم؟ شوي تطول لسانك ينقص، لأن ذولا حجة الله على عباده لا يجمعون على خطأ. احنا نريد نشوف ماذا كان فعل الصحابة في مشكلة كهذه. خلنا نيجي أول للمناقشة الفقهية. فإذا قرأنا فقه الشريعة الغراء نجد أن الفقه الإسلامي يولي مكانة خاصة وحرمة وكرامة لبدن الإنسان المسلم حتى بعد الموت، وهذا أصل أصيل تبتني عليه مسائل فقهية عديدة، من وجوب المبادرة في تشييعه. لما؟ لأن من كرامة الميت تعجيل دفنه، يعجل في أمره ولا يؤخر، فإنه مهانة وتحقير لبدنه. بعد يغسل، يكفن، ينظف، يحمل على الأعناق بكل مهابة بكل جلالة، ثم يطم تعبير الفقهاء بدنه في باطن الأرض. يعني حتى مقدار الدفن أكو أمارات شرعية. كان واحد يقول يلا بس هالشكل سووا حفرة ونزلوا، يقول لا، لابد من تحقق هذه الأمارات بحيث ألا تظهر رائحته فتنتهك حرمته، ولا تتناوش السباع لحم جثته، ولا يهان قبره، أي نوع من أنواع الإساءة والأذى حتى الجلوس. فلو عد الجلوس عرفا على القبر أنه هتك لصاحب القبر ما يجوز، فضلا عن ركله بالأرجل أو البصق عليه أو وطئه بالأقدام، وما ذاك إلا لأن له حرمة وكرامة عند الله عز وجل. هذا المؤمن العادي مسلم في شرق الدنيا وغربها لا يجوز أن يهان قبره ولا أن تهتك حرمة بدنه بالتمثيل. في الروايات اللي يسمونها التشريح حين ضجة بين فقهاء والأطباء، أطباء يقول لك نريد نعلم الطلاب كيفية إجراء العمليات واستئصال الأعضاء وما شاكل، فقهاء يقول لك لا حرام ما يجوز، هذا بدن مسلم وهي هي المثلة المحرمة، روحوا شوفوا لكم بدن واحد كافر اصنعوا به ما تشاءون، أما هذا ما يجوز.
ولا تجوز غيبته. جاء واحد يقول هذا مات 70 سنة خل نتكلم عليه يجوز؟ لا، لأن حرمة المسلم عند الله ميتان كحرمته حيا. من مجمل هذه الأحكام الفقهية نصل إلى نتيجة أن بدن الإنسان محترم مكرم عند الله عز وجل حتى بعد موته، والحرمة ثابتة له في حياته وبعد مماته. المناقشة الثانية علمية، حيث أن علماء النفس يقررون أن الإنسان مكون من بعدين، روح وبدن. هذا البدن ثوب ما له قيمة، يلبسه 50 70 80 سنة خلاص بعد وش خانته؟ يتسخ يتمزق الثوب هذا، يخلعه ينزعه يرجعه من حيث ما أخذه، نفس البقعة التي أخذت منها طينته، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. إنما حقيقة الإنسان بنفسه، نفس التي يشار إليها وهو الطفل صغير أبو سنتين يقول أنا، صار عمره 10 سنين بعد يقول أنا، 30 40 سنة لا زال يقول أنا أنا. أنت بعدك فلان؟ يقول إيه، ما تغيرت. شو ما تغيرت؟ وين؟ خلايا أنسجة كل 10 سنوات تتبدل، أول شلون كان حجمك الحين كيف شكلك؟ هو لا يشير إلى بدنه وإنما يشير إلى حقيقته، نفس. والنفس باقية بعد الموت، اللي يموت البدن أما هي تتوفى يعني تسترجع إلى بارئها. هذا على الصحيح الذي نفهمه من ظواهر الآيات والروايات، خلافا للفلاسفة، لأن ذولاك قالوا تبقى تبقى إلى يوم القيامة، هذا إنكار للمعاد الجسماني. احنا نقول لا، تبقى إلى يوم النفخ في الصور، بنفخة الإماتة تفنى هذه النفوس جميعا، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات، قل ملائكة الملأ العلوي، لكن من في الأرض منو باقي بعد؟ خلاص راحت بالزلزلة. يقول لا، باقي النفوس في عالم البرزخ، فهي باقية بعد الموت لا تنتهي. لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. هذا مو حاصر للحياة فقط بالشهداء، إنما ذكرهم من باب أبرز المصادق، وإلا كل المؤمنين أحياء، كل الموتى هم أحياء بعد الموت. والدليل جيب الآية اللي بعدها، فرحين مستبشرين بمن لم يلحقوا بهم من مؤمنين، فكلهم أحياء. تشريفا للشهداء ذكر اسمهم في صدر هذه الآية وعنونوا بهذا العنوان، لكن كلهم أحياء. حبة العرني هذا واحد من أصحاب أمير المؤمنين يقول أنا رحت وياه لما نقل عاصمة إلى الكوفة، أكو أيام أضيق صدر الإمام، يطلع وين؟ يروح الجبانة ينفس شوي يرفه عن روحه. الغري هاي كلها مقبرة من خلقة الدنيا، آدم ونوح وهود وصالح كلهم هناك، فيجلس على تلعة من التلاع يقول أسمع يهمهم بكلمات يناغي الأرواح، كلام لا أفهمه ويطول القعدة، أنا أمل في حرارة الشمس أقوم وأقعد، وهو بعد مشغول معهم. سيدي خل نمشي، يلتفت إليه يا حبة لا تعاجلني فإنها ساعة خلوة مع الأحبة، أنا أختلي وياهم وأتفقد أمورهم. خطأ من يتصور أن واحد من يموت انتهى أمره وانقضى، هل بداية الحياة توا بتبدي الدنيا، هم في شغل شاغل، يأكلون يتنعمون يتنقلون يتحدثون، يا كميل إنهم ليجلسون حلقا حلقا كما تجلسون أنتم وكما تتحدثون، لكن في نشأتهم في عالمهم
يبدأون في شد الرحال السفر الطويل، المؤمنون ينطلقون إلى وادي السلام إلى حضرة علي، وذولا كفر وعصى ومردت تحشر أرواحهم في وادي براهوت في اليمن. عاد حين تركب طيارة ساعة واحدة تنزل النجف، أما في تلك النشأة عقبات أكو سنوات يريد لها، جمارك وجوازات، غيبة واحدة وقف 50 سنة صف حساباتها، ذنب ما أدري شو مسوي بحياته وقف شوف كم سنة. إيه مو كل من قال أريد أوصل لعلي، لا يلتقي بالطهر إلا طهر مثله. وهم يوصلنا يهددون علينا اكفونا البرزخ، خلصوا روحكم هي المشكلة البرزخ، بعدين هناك علينا نكفيكم نحن الآخرة، لكن المشكلة في البرزخ. فالنفس باقية تتنعم تتعذب تتنقل تشهد أحوالنا، هم محيطين بنا ومن ورائهم، هاي الورائية مو خلف، لا ورائية عن الإحاطة، دائما يستخدم في القرآن بهذا المعنى، والله من ورائهم، يعني شنو خلفهم؟ لا محيط بمعنى الإحاطة، هذا أيضا بنفس القوة تماما، ومن ورائهم برزخ يعني محيط بهم، عالم البرزخ يتفقدون أحوالنا. حتى أي قاعدة حين احنا نسولف هم مشرفين مطلين علينا، يسمعون كلامنا ويشهدون أحوالنا. في الرواية فقط الذنوب حجبها الله عنهم لكي لا يتأذون في تلك النشأة، ما يتحملون يشوفون آثام وذنوب ومعاصي. هذا يدل على أن النفوس باقية، النفوس العادية بعد لا تتكلم عن أئمة وحجج وأولياء وشهداء. المناقشة الثالثة الأخيرة فعل الصحابة، حيث أننا نجدهم كانوا لهم تصرفات وعلاقات خاصة ببدن النبي صلى الله عليه وآله منذ يوم رحيله من هذه الدنيا. جاء أهل المدينة يتراكضون إلى البقعة التي دفن فيها الجسد الشريف الطاهر، كل يأخذ قبضة من تراب قبر النبي. أحين ذولا أهل المدينة وكبارية الصحابة اللي لحية طويلة واللحية قصيرة كلهم صاروا مشركين، لأن إجوا وأخذوا من تراب قبر رسول الله، كلهم ما يفهمون الدين. شوش اللي سواها السياج؟ هذا هي اللي أمرتنا من المؤمنين، قالت حطوا السياج على القبر لكي لا ينبش فيظهر الجسد. أكثر من هذا يقول ابن عباس كان الصحابة يزدحمون على تقبيل رمانتي المنبر الشريف، خشب هذا يجون يقبلونه، ليش؟ لأن كف النبي لامسته، عكازة النبي يجون يقبلونه. كانوا يتبركون بفضل ماء وضوئه، من يسبغ الوضوء يجون يأخذون قطرات الماء المتساقطة من أعضاء وضوء، يودونها دواء يتشافون ويتداوون بفضل ماء وضوء النبي، حتى بتراب عليه إذا وطأ الحصى. كانوا يتبركون بلعاب فمه الشريف، وكم من معاجز ظهرت، منها عين أمير المؤمنين سلام الله عليه يوم أرمد في خيبر داواها النبي بلعابه، يقول علي وما شعرت بألم في عيني طوال حياتي، من بينها عين التفلة المعروفة في أرباب عند أرباب السير والتاريخ المسمات بعين الخاتم عند مسجد قباء على مقربة من مشربة أم إبراهيم، كانت عين ملح أجاج ما واحد يقدر يشرب منها لشدة ملوحتها، فشكوها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فجاء وسبغ وضوءه فيها. في رواية سقط الخاتم الشريف فسميت بعين الخاتم، وفي رواية بصق النبي في تلك العين فانقلب ماؤها من ملح أجاج إلى عذب زلال، ما ذاق أهل المدينة أحلى من ماء تلك العين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ناقة النبي حيوان يجون يتمسحون بها ويتبركون ويقبلونها، ناقة ولها آثار، أي واحد منها مسجد قباء، وشنو قضيته؟
حيوان إجا ناقة بركت في هذا المكان، نزل من على ظهرها قال يلا حددوا ابنها هنا مسجدا ركعتين فيه تعدل العمر كاملا، كأنك معتمر ويا رسول الله. إذا هاي ناقة النبي تقعد على تربة معينة تسوي هالأثر هذا، تعطيها البركة. أول مسجد أسس على التقوى، ما من مسلم يقصد المدينة المنورة إلا ويزور مسجد قباء. عيال وش تقول في ديك التربة اللي تشربت من دم النبي وضمت قطعة من كبد رسول الله؟ حسين مني يقول، حسين مني هذيك وش تقول عنها؟ إذا هاي ناقة النبي تعطي مسجد قباء هذا الفضل وهذه المنزلة، فكيف بتربة كربلاء اللي بقي عليها جسد الحسين ثلاثة أيام، دماء الحسين تنزف على ترابها مع دماء أصحابه، لأن ما حد درى عن القضية إلا نسوان. يوم ثالث جاءوا يملؤون الأواني والقرب بالماء، وصلوا إلى شاطئ الفرات وإذا بهن يرين جسد ملقى على شاطئ العلقم. نظرنا إليه وإذا بهم واحد عادي يبدو عليه قائد زعيم جيش، هذا اللواء إلى جانبه مخرق، القربة ممزقة بالسهام. نظرنا إليه وإذا به مقطوع الكفين، لطمن النسوة صدورهن تصارخن وفجعة. انحدرنا ناحية المعركة وإذا لاحت لهن الأجساد على البوغة، أجساد شباب أكو، أجساد شيوخ كبار في السن، وأكو أجساد أطفال صغار، هذا على يمينه وذاك على شماله، وهذا مكبوب على حر وجه، أيش صاير هنا؟ دماء وأشلاب. معركة قائمة، أخذنا النسوة يتخطين الأجساد بعد جسدا بعد جسد، ولم يكن لهن هم إلا الوصول إلى ذلك الجسد الذي تظلله الطير بأجنحتها. شبكت أجنحتها وقامت تظلل عليه عن حرارة الشمس. أسفي عليك أبو علي. وصلنا إليه وإذا الأحوال شنعة جسد لكن بلا رأس، مهشم الأعضاء، مفصل، مطحون الصدر بحوافر خيل، على صدره طفل منخمد الأنفاس. المصيبة أن حتى الرضيع محزوز رأسه، واحدة من الأسديات ما تمالكت نفسها، أخذتها عاطفة الأمومة، انحنت على ذلك الرضيع، مدت يديها لترفعه من على صدر أبيه، وإذا بالصوت من المنحر الشريف: أسدية أسدية دعي رضيعي على صدري. سحبنا أياديهن، رجعنا مهرولات إلى رجالهن، رمينا المقانع في صدور رجال بني أسد، قلت شيمكم والحمية يا مسلمي، وين الذي ينهض إوارها المطاعي؟ جيبوا العمايم، جيبوها، اخذوا مقانعنا وتخفى وخلف لستو، واحنا بعمايمكم نروح ونحفر قبور، ندفن هالاجساد الذي بالمعركة نور، مثل البدور على الثرى كلهم مزهرين.
أحسن. إش عندكم يا نسوة ما الخبر؟ قالوا رحنا قصدنا المشرع وجينا المعارة، شفنا جسد مرفوض وتركنا حيارة، أوصالك الهم قطع وتسطع أنوارة، مقطوع حتى خنصر من جف ليمي، عريان مرمي على الثرى يا ويلي مسلوب، مطعون بضلاعا وقلبه بسهم مصيوب، قلب العدو من شوفته ينفت ويذوب. يما رضيعة ونظن هذه جثة حسين، شفنا الشباب شباب شباب يا ويلي، شفنا شباب على الثرى جفافة خضيبة، الريس لكن زفت الذبحة قريبة، الله يعين الفقد توراحة غريبة، ما ظنت بين العرس والذبح يوم، فتت مرايرنا بطل يم الشريعة، مصروع لكن ذبحت والله فجيعة، حتى من الزندين جفينا قطيعة، صاحب علم جنة وسلالة هاشمي، من شوف تتلوح الفراسة وشدة الباس، زنودة بلي جفوف والجثة بلا راس، هاه ونظن عليه الفارس المشهور عباس، قطعوا على جود العدى شماله وليمي، تركوهم على الصعيد ثلاثا. يا بنفسي ماذا يقل الصعيد، يا الله السعيد الفقير الشاب الغالي، من اجتمعنا اللهم لأجله وسببه، اللهم ارحمه برحمتك، أسكنه الفسيح من جنتك، لقه منك رحمة ورضوانا، إلهي اشف صدره بالحسين، نور قبره بنور الحسين، ثبت له عندك قدم صدق مع الحسين وأصحاب الحسين، وارزقه اللهم شفاعة الحسين يوم الورود، واخلف على أهله في الغابرين وعندك نحتسبه يا رب العالمين. إخواني، من أراد نيل الأجر والثواب يتفضل معنا الآن لقراءة الفاتحة على قبر الفقيد، وهي رسالة من عائلة الفقيد، تتقدم عائلة الطفل المرحوم المحبوب حسين عبد الفتاح صالح بخالص عبارات الشكر والعرفان لكل الإخوة والأصدقاء والأقارب والجيران، وبالأخص سكان قرية ومأتم المرح، على تعزيتهم وسعيهم وعلى حسن مواساتهم لهم في مصاب الجلل إثر رحيل الطفل الغالي حسين، تغمده الله بواسع رحمته، ويدعون الله العلي العظيم أن يحفظ الجميع وأن يسبغ عليهم وعلى ذويهم دوام الصحة والعافية، وأن لا يريهم مكروها بعزيز قط، إنه نعم المولى ونعم النصير.